ما أن يحل منتصف النهار حتى يبدأ الشاب عبد الله بحاج في الإعداد لطباخة الأرز لتقديمه كوجبة إفطار مجانية للفقراء ضمن مبادرة شبابية تطوعية لتوفير وجبات الطعام الساخن للعشرات من الأسر الفقيرة والمعدمة في مدينة المكلا. نحن في مبادرة سفراء السعادة الخيرية نقوم منذ بداية رمضان إلى أن ينتهي بما يقارب 12 أو 13 مشروع، منها مشروع توزيع السلال الغذائية، مشروع الثلج اليومي للأسر الفقيرة والمحتاجة، مشروع تقديم الزكوات النقدية. الآن مع عماد حضرة التجوال أصبحنا نقوم بعمل وجبات يومية من الرز والدجاج توصيلها للفقراء والمساكين في بيوتهم. طباخة وتجهيز هذه الوجبات أو اللقمة الحارة كما يطلق عليها محليا، ثم الشروع بتعبئتها في هذه الأوعية بشكل لائق وإيصالها مباشرة وقبيل وقت الإفطار إلى منازل مستحقيها في مشهد يصون كرامة المحتاجين ويحافظ على مشاعرهم. السلة طبعا عبارة عن وجبة الرز مع الدجاج ليطلق عليها بالعامية اللقمة الحارة بعدد 400 وجبة للفقراء والمساكين المحتاجين. نحن نستهدف في هذا المشروع الأيتام والأرامل وبعض الأسر المعدمة، وطبعا يتم توصيل الوجبة إلى بيوتهم معززين مكرمين. هذا العمل الإنساني وغيره من الأعمال والحملات الأخرى ذات الطابع الإغاثي التي ينفذها متطوعون وجمعيات خيرية بالمدينة، جميعها ستكون ذا أثر إيجابي في تخفيف معاناة الكثير من الفقراء في شهر رمضان. في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وإجراءات حظر التجوال الذي تعيشه المدينة منذ أسبوعين، ما ألقى بظلاله سلبا على معيشة قطاع واسع من الأسر ذات الدخل المحدود في محافظة تجاوزت نسبة الفقر فيها 60%. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.